يا عيال عندي لكم مفاجأة. مفاجأة مرة حلوة. أبى أمشي الخبر. مشتاق لي. يا عمرين. السلام عليكم. شلونكم يا عيال طيبين؟ طبعاً يا إخوان إحنا بنسوي فقرة الحين. كل واحد يتكلم فيها دقيقتين يقول فيها اللي عنده يعبر مفتوح الكلام. يقدر يقول اللي يقوله. فبنبدأ بعبد الملك بعد نايف وفيصل. ممكن إذا حد بيشارك ما أدري. فبكون أنا آخر واحد وبتكلم. نبدأ بالعيال الحين بجمعهم وما راح أسمع ولا شيء ما أدري شو يقولون بسمع بالمونتاج بعدين. يعطيكم العافية. السلام عليكم. معكم عبد الملك العنزي ولد عم مشاري. طبعا أول شيء أحب أعرفكم عن نفسي. أنا عبد الملك عمري 21 سنة من سكان منطقة الرياض. طبعا مشاري ولد عمي من سكان منطقة الخبر. وبدينا إن شاء الله في القناة هذه كمحتوى فلوقات وبدينا بداية إن شاء الله تكون قوية فلوقات عامة أو مع الوقت إن شاء الله ننوع بالمحتوى. بديت مع مشاري بداية بصراحة ما كان مخطط لها. مشاري دارس الفكرة كاملة وما كان عندي أي خبر أو أي فكرة عن قناة مشاري. يمكن أول مقطعين أو أول ثلاث مقاطع نزلها مشاري ما كان عندي خلفية عنها نهائيا. بديت معاه ممكن من مقطع اختبار السيارة. بديت معاه من مقطع اختبار السيارة كل شيء جاء بسرعة. طبعا كل الأشياء اللي قاعد يسويها مشاري والسلسلة اللي قاعد يسويها خلينا نقول السلسلة كلها كان مخطط لها مشاري ما شاء الله عليه. وكان دارس الفكرة كاملة ومخطط مين يدخل معاه وكل شيء الطاقم العمل كامل. طبعا أنا الحمد لله تفوقت وكنت من ضمن طاقم العمل بإذن الله أني أكون أحد شركاء النجاح معاه وأنه من صعود إلى صعود. وبإذن الله أني مستمر معاه في القناة ولا راح أطلع منها بإذن اللي ما تنام عينه. بديت معاه من مقطع قلنا اختبار السيارة بعدها مقطع الباص والمقاطع الباقية إن شاء الله. وقدامنا فلوقات كثير وأشياء كثير نقدمها بإذن الله. وبإذن الله أنه ما راح نقطعكم نهائيا وراح نكون على استمرارية في اليوتيوب. وبإذن الله مستقبلا تكون في برامج ثانية دعم لقناة مشاري. واتمنى دعمكم واستمراركم معانا ونشكر كل جهودكم. وطبعا نشكر جهود مشاري وما يسمعني الحين نشكر جهوده اللي يقدمها للفريق وللقناة كاملة. مشاري يتعب معانا ويتعب مع القناة ويتعب مع التصوير ويتعب مع الكل. أحب أقدم له شكر مني أنا يا عبد الملك لمشاري. شكر خاص لمشاري لأنه قاعد يقدم عمل كبير خلف الكام وقدام الكام تشوفون عمله جدا رائع. والله يعطيكم العافية ويسعدكم وين ما وجهتوا. وأتمنى دعمكم واستمراركم معنا ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم نايف منصور من قناة مشاري بن سعود. صراحة يوم عرفت أن مشاري فتح قناة وهذا بما أنه قريب يعني فتح القناة هذه فصرت جدا مشاري. الصراحة قبل كان مجرد ولد عم فبعد ما صار يوتيوبر صار بالنسبة لي شخص ممتاز مرة وبرضه ولد عم. فلازم أنا في الفترة هذه مع مشاري فلازم أتمصر مع مشاري عشان بدني ممكن يظهر في يوصل مشاهدات مليونية مثلا. فلازم أكون يعني تعرف الواحد كل واحد يعرف مصلحة نفسه يعني. فزي ما يقول المثل باب يجيك من ريح سده واستريح. فطبعا أنا كيف ظهرت مع قناة مشاري وكيف أقنعني بالفكرة مشاري الصراحة. طبعا مشاري ما علمنا بالقناة ما علمنا أن فتح قناة الصراحة. فجاني شعار من مرة من المرات أنا كنت مشترك مع مشاري فما كان يدري أني كنت مشترك عنده من زمان. فجاني الشعار وتابعت مشاري الصراحة. فيوم تابعت أول فلوقين تابعت طبعا. فأول فلوقين صراحة كانت بالنسبة لي ممتازة بس ناقصها كم لمسة ناقصها أشياء حركات صراحة. في فلوق كان خايس انتقدت مرة بس أكيد طبعا أي واحد يبدأ في اليوتيوب فلازم يكون محتوى خايس شوي. المهم فكيف وصل لي الفكرة مشاري أني أطلع معاه في القناة. فكلمني على أساس أني أطلع من القناة فما كان يدري أني أنا عرفت يعني. فجاملته عشان ما يتحز بخاطر ليش تفككها كذا. المهم فجاملته قلت أوه كيف فتحت قناة ما أدري إيش من هذا الكلام يعني. ف
فبدأ يقنعني بفكرة إني حأطلع مع القناة ويعني يستفيد مني، لأن أنا الصراحة كنت يوتيوبر سابق، فكان حاب يستفيد مني. فالحمد لله أتوقع أني أضفت القناة بإذن الله يعني. فطبعا ما ظهرت معي على طول، لا، كنت أنا طبعا مصور قبل ما أكون أظهر يعني في القناة، فكنت مصور، كنت أخجل شوي، لكن الحمد لله تيسرت أموري. فنصيحة مني لكم يا متابعين، مشاري تابعوا لا تفكونا، عشان إذا صار بعدين مليون قولوا حنا كنا نتابعك من يوم كان عندك 1000 متابع. صراحة شيء عظيم وشيء كويس مرة صراحة. كنت أشوف اللي يكتبون كذا، أنا كنت أتابعك من يوم كان عندك 10,000 مشترك، فكنت أغار منهم الصراحة، كيف تقول كذا يا خنا يا أخي لعن أم القى. ممكن أهدافي خايسة بالنسبة لكم، بس إنها صراحة جرب الشعور هذا جامد. فتابع مشاري لا تفرطون فيه، وممكن كثرت عليكم شوي بس يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ معكم فيصل. أنا حاب اليوم أوجه رسالة لأخوي مشاري. أنا إن شاء الله بكون داعم للرجل مشاري، وأنا أدري ومتيقن إلى 100% أن الإنسان ذا راح ينجح إن شاء الله، بإذن الله بإذن الله راح ينجح. الإنسان عنده إمكانيات، وغير هذا عنده جدية، يعني صدق جدية ما قد شفتها في أي مشهور، ما شاء الله تبارك الرحمن. وصدق أني ما توقعت أني يوم من الأيام بطلع في مقاطع وبشتهر وبنزل مقاطع في اليوتيوب، وأدري أنها مستقبل المقاطع ذي بتوصل مشاهدات كثيرة وبتوصل لايكات أكثر وأكثر من كذا. فيعني الصدق ما توقعت إلى 0% أني بكون يعني مع أحد المشاهير في مقاطع زي كذا. أتمنى إن شاء الله نقدم أفضل من كذا، والله يعطيكم ألف 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 عافية. شكرا أستاذ مشاري. السلام عليكم. أنا مشاري يصير ولد خالتي. في شيء ما تعرفونه عنه، مشاري انولد خلال 3 أيام، هو عنده مشكلة في النمو، فسبحان الله في 3 أيام ما يمدي، خلايا المخ تشكلت عنده. فالحمد لله خالتي صابرة عليه، أبوه صابر عليه، أمه صابرة عليه، جيرانهم صابرين عليه. بس إنه إنسان كويس، عنده أهداف بالحياة كثيرة. مهما أوصف مهما أقول ترى إنسان كويس. صدق إنه مالي وكذا، بس شكوى الله يعني، ولد خالتي ما أقدر أقول له شيء. سبحان الله خالي جاب ولد بعد اسمه نايف في نفس المشكلة، يعني هو بس هذاك لا، هذاك يعني مشاكل كثيرة والله. هذاك إنسان له قطع غيار. ما خالي أذكر مرة راح دبي كان يبدل له قطع غيار. فبس والله هذا اللي عندي، وعندي مسلسل إكسترا أكشن الآن الجزء الثاني نزل، راح أتابعه وأتابع فيلم بنام. أكيد أكيد كلنا نتابع فيلم عشان ننام، ما حد يتابع فيلم عشان الفيلم، عشان ينام بس. السلام عليكم، لايك اشتراك، نشوفكم على خير. السلام عليكم، شلونكم عيال طيبين؟ طبعا انا سمعت كلام العيال عني وش قالوا، في منهم اللي سب وشتم الله يصالحه، وفي اللي كان كفو وقال كلام مميز ودعمني الله يبيض وجهه. فطبعا يا اخوان انا الصراحه الله رزقني مجموعه قويه مره، الشباب اللي يطلعون معي دايم. صدق انا ما اخترت بشكل عشوائي، كان سبق الذكر اني انا دراسه وما ادري كذبت البودكاست قبل. لكن صدق والله الشباب اللي يطلعون معي اقسم بالله انا عارف، انا منقهر من قبل انه ما في شخص يقدر يظهر الاشخاص اللي اعرفهم. انا عندي ناس اقوياء، عندي رجال اقسم بالله صعب الكلمه، لو ترتكز على جبل عليه حرام يركتكز ان شاء الله. وصلت الفكره، صدق والله الاشخاص اللي عندي انا اشخاص اقوياء،
فقهر انهم ما كانوا يطلعون ما يشوفونهم العالم. انا ودي اشارك الناس دولي للمجتمع، ودي الناس تشوفهم، حرام اني انا احتفظ فيهم لنفسي. شوفوهم انتم استمتعوا بعدين اعطوني فلوس على الاشياء تشوفونها. ترى اقسم بالله انا اوريكم فئه نادره بالمجتمع. اسال الله ان شاء الله لا يغير على احد، لا يغير احد علينا ولا يغيرني انا عليهم. ما ادري بعد الشهر وش بسوي. طلع يا اخي شفت الناس عندي النرجسيه ما هي موجوده بمحمود عباس. طبعا تسالني عزيزي المشاهد مين محمود عباس، انا والله ما اعرف لكن سمعت فيه قبل. المهم في شيء ما كانوا يدرون عنه العيال انه انا ان شاء الله اليوم ما اشيل الخبر. فبالنسبه لي والله لحظه صعبه، انا صدق حسيت اني بديت معهم صح. احنا استنسنا لقينا محتوى، لقينا اشياء نصورها، لقينا فعاليات، لكن في الخبر هناك ولا واحد من الشباب الموجودين معي موجود معي في الخبر، كلهم هنا. وكل واحد مربوط بدوام، مربوط بعمل، مربوط بشغل في الخبر في الرياض، وانا مربوط عمل بالخبر بعد. فبنصير بالاجازات بنتقابل، بنصير يعني فتره طويله. ودي ان شاء الله لو هم يجون او حن انا اجيهم فتره لفتره، لازم التصوير الصراحه عندي شيء مره مهم. زائد انهم ما يدرون اني يعني انا ماشي اليوم، فما ادري كيف يستقبلون الخبر. انا ما اعطيتهم لا خبر من زمان ولا ادري ولا قلت لهم اني انا بمشي، وحددت لهم يوم ما قلت لهم. فبصدمهم اليوم، بشوف كيف ردت فعلهم، وان شاء الله انهم ما ينصدمون. فباخذ اغراضي الحين ان شاء الله، والله يسر علي. وراي خط 4 ساعات او عشان سيارتي السريعه 2.5 ساعات. فبصور لكم ان شاء الله إذا وصلت الخبر، إني مرة مشتاق للخضرة، أقسم بالله وحشتني الخضرة. أنا والله أحبك مرة، إن شاء الله إنك تشوفين المقطع ذا ولا تنسين اللايك. لا مستحيل تشوفه. أبصور لكم عيال الحين إن شاء الله وبشوف ردة فعلهم. مع السلامة. ماشي الحين إن شاء الله، هيا أتوقع لهم بالحوش وأشوف. للماشي للمحبوب عندي وصي. تعرف انزل نوبتي من بدايتها. وينهم يا عيال؟ عندي لكم مفاجأة. مفاجأة مرة حلوة. أبمشي الخبر. اي والله والله العظيم اقسم بالله والله اني صدق عندي دوام انا هناك. وشو لا يا قلبي؟ ليش يا بمراي الخبر؟ انا خلاص عندي دوام. اي والله ماشي الحين ان شاء الله. ما حتوحشوني ها؟ الحين اي والله ماشي الحين. ليش طيب؟ طب اول شيء مين دارب زنوبتي؟ مين دارب زنوبتي؟ ممكن انا دارب زنوبتي. ليش ما تفتح وجهك انت؟ قدرني عاد انت ماشي. اجل صدق والله العظيم ما اقدر انا، اني طولت صدق كثير، المفروض ما اطول كذا. السلامة. لازم تبين المتابعين يعني. حتى الكاميرا طلعت فوق ما تبي تشوفك. الله يعني طلعنا من القناه خلاص ما عاد نشارك. والله ما ادري يعني الصراحه اذا ودكم يا عيال. صدق والله العظيم عبد الملك انت نايف فارس انتم والله العظيم لازم تجون هناك صدق. فعاليات هناك وجداول في الخبر. والله ما عاد فينا دوام. والله سعدتني مشاري والله جدا. والله لك سعدتني من جد ان شاء الله. بتكون لك وحشه والله العظيم. باذن الله باذن الله. اكيد لازم انتم ان شاء الله قريبا في الاسواق باذن الله. صوت صديق حلو بنجي عندك. خلاص تم انا بجيكم حسب الدعم، اذا في دعم وفي كذا بجي، وما في بس عليكم صدق. حتى احنا اذا في لايكات بنجي. تبي تجي انت لايكات تجيبكم هنا. فيلا عاد الله يستر عليكم. الله يستر عليك وسلموا لي على انفسكم. معاذ تشتاق لي؟ تقريبا. وشو تقريبا؟ تشتاق لي ولا لا؟ اخلص يمكن. لا تشتاق لي؟ روح وتعش يا عمري. هلا ما بقول لا كم اقدر اقول اشياء في خاطري توقف على لساني. يلا الى اللقاء. يا هلا والله على المزيون لذيب وعلى الخبر ان شاء الله. توصلت الحمد لله السلامة. في شيء مرة واحشني، في شيء مرة مشتاق له، في شيء لازم اشوفه. وينه 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 يا عمري هالزول يا رجال. هلا هلا باللي وحشني. هلا شلون يا اخوان؟ يسلم راسك وشلون ما جيك وياك انا بالذات صعبة تغلى. والله ما ادري من الغلا وين اوديك. تسوى عيوني ولا بعد يمكن اغلى. وبيض الله وجهكم يا عيال. اقسم بيات الله شكرا شكرا صدق والله.
الحمد لله جاي استمتعت فيها وروحنا وجينا وما خليته فيه بخاطري. اي شيء يبغاه مشاري سويتوه. اعز الله بيض الله وجيكم وما قصرتوا. لنا جايه قريب ان شاء الله. لكم جايه او لي جايه واحده من الثنتين. عموما ما ودي اطول عليكم المقطع. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعه. وعادي لا تحطوا اللايك، اهم شيء انكم استمتعتوا. احبكم مره.